اذا سيداتي ونساتي سادتي متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط السادس للخيل المهندس نصير الشوط مشروط الدرجه الثانيه مسافه 1400 متر ريشو لابي حجام ناتولت وباركس الرايد سيرجي بورتس جيت فيكتوري لوريال فرنشين كور واشاين كلوب انطلاقه قويه مع مربط انجاز سيرباي جورت وجاسم الغزالي مربط انجاز جي بي جامبر على الصداره وعلى المركز الاول ثاني مراكز محاوله من الخارج من قبل الجواد رقم واحد بريشو لابي لسيد خليفه مشعل كوالي جاسم الغزالي هاري بنتلي على ثاني مراكز ثالثة محاوله مع سليم غلام من الداخل والجواد رقم ثلاثة ناتولت لأحمد قبيسي يا ابناء الدكتور فهد العطية الآن على ثلاثة مراكز رابعة المحاولة مع الجواد رقم تسعة شاينا كلوب لسيد أحمد حسن الملكي الجهني جون باتيستي هامل على رابع المراكز خامسا محاولة مع إبراهيم المالكي وفيكتور لوريال إبراهيم سيد المالكي إدواردو بيدروزا على خامس المراكز ومحاولة أيضا من الداخل من قبل الجواد رقم اثنين الجواد حجام الآن لسيد السادة مربط الجريان عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول الجواد رقم خمسة سير جاي الآن لمربط إنجازة على المركز الأول جي بي جامبر أنا وجاسم الغزالي على الصدارة محاولة من الخارج مع هاري بنتلي وبريشو لابي محاولة الدكتور فهد بن عبد الله العطية وسليم غلام على هذه المراكز لكن الصدارة الآن مع الجواد رقم خمسة سير جاي بوتيوس مربط إنجازة الصدارة على الصدارة والمركز الأول منافسة قوية محاولة الجواد رقم ثلاثة ناتولت الآن الدكتور فهد بن عبد الله العطية منافسة قوية محاولة من الخارج من قبل خليفة مشعل الكواري لكن الصدارة مع سليم غلام إذا ناتولت والدكتور فهد بن عبد الله العطية إلى الصدارة وإلى المركز الأول نعم الجواد رقم ثلاثة ناتولت لسادة أبناء الدكتور فهد بن عبد الله العطية إذا الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم ثلاثة الجواد ناتولت لسادة أبناء الدكتور فهد بن عبد الله العطية سليم غلام ألف مبروك ثاني مراكز مع الجواد رقم واحد فريش الأبي لسيد خليفة الشيخ الكواري ثالث المراكز مع الجواد رقم خمسة سيرجي بورتيوس للسادة مربط إنجاز رابع المراكز مع الجواد رقم اثنين حتام لسادة مربط الجريان خامس مع الجواد رقم تسعة شاينا كلوب لسيد أحمد حسن المالكي الجهني ألف مبروك للفائزين.